الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحدث في المستقبل، لأن الله أطلعه على ذلك من أجل مصلحة البشر، أطلعه على ذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الله يطلع الرسل على شيء من الغيب الماضي والمستقبل من أجل أن يعلموا الناس مصالحهم ودينهم. الرسول أخبرنا عن المستقبل أنه سيكون هناك اختلاف في هذه الأمة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الذين بقوا على الحق هؤلاء هم الناجون، أما الذين خرجوا عن الحق فهم في النار. منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لضلاله وفسقه، هم على حد سواء. أحد يدخل النار لكفره، وأحد يدخل النار لفسقه، والذي يدخل النار لكفره هذا خالد مخلد فيها، والذي يدخل النار لفسقه فقط هذا يعذب فيها ثم يخرج منها. فسقت المؤمنين وعصاة المؤمنين، فقوله كلها في النار هذا من باب الوعيد، ما هو معناه إن كل مخالف فهو كافر وهو في النار مخلدا فيها، لا، هذا من أحاديث الوعيد، وهم يتفاوتون في دخولهم النار، منهم من يدخلها مخلدا فيها، ومنهم من يدخلها مؤقتا وهم عصاة المؤمنين. فالحاصل أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق، من الفرق 73، وهو متوعد بالنار، ولا يبقى على الحق ومن أهل الجنة إلا من بقي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم إخباراً معناه التحذير، أخبرنا إخباراً معناه التحذير من مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الافتراق، والحث على الاجتماع على الحق ولزوم طريقة الرسول وأصحابه. هذا الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه، معناه الحث على لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نغتر بالفرق وكثرتها ونقول ما هو بكل هذول على ضلال، كثيرون وأهل الحق قليلين. يمكن أهل الحق واحد في بعض البلاد، واحد، والبلاد كلها على الضلال. ما نغتر بالكثرة، نغتر ما، بل علينا أن ننظر ما عليه الناس، ما كان حقا أخذناه ولو لم يكن عليه إلا واحد أو لم يكن عليه أحد، وما كان ضلالا تركناه ولو كان عليه أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن تطع أكثر من في الأرض نقول عن سبيل الله. فالعبرة ليست بالكثرة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحدة فقط، والبلاد 72 كلها في النار. هذا دليل على أن الكثرة لا عبرة بها، وأن القلة لا تزهد في الحق ولو كان عليه واحد أو جماعة، لأن بعض الناس يغتر بالكثرة ويزهد بالحق إذا كان ما عليه إلا قلة. هذا الميزان الذي يجب على المسلم أن يعتبره. الرسول ذكر لنا الاختلاف وذكر لنا الطريق النجاة إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا أيضا فيما نحن فيه في الأسماء والصفات والتوحيد، من كان على ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن كان مع الفرق المنحرفة فهو من الفرق الضالة، هو في النار. فهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر عن شيء قبل حصوله وحصل، والغرض من ذلك التحذير عند حدوث الفرقة، التحذير من الذهاب مع الفرق، والحث على الثبات على الحق ولو كان ما عليه إلا قلة، وأيضا الصبر، لأنه الذي على الحق قد يؤذى، يمتحن، يضرب، يقتل، يسجن، يصبر ولا ينجرف مع أهل الضلال، وله يلاقي أذى ويلاقي شر، فتنة، ويحتقرونه ويؤذونه، لكن يصبر. نعم، الحمد لله، هذا من نعمة الله أنه عند الاختلاف ما تركنا نتحير، بل أعطانا الطريق الصحيح اللي نمشي عليه. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولاً العلم، ما يمكن تسير على هذا الطريق إلا إذا تعلمت وعرفت، عرفت الحق من الضلال. الأمر الثاني الثبات وعدم التزحزح، ولو أصابك ما أصابك تصبر على هذا. نعم. الأمر الثالث إنك ما تغتر بالكثرة، ما تغتر بالكثرة، وإنما تنظر إلى الصحيح. نعم. وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. كتاب الله الذي هو القرآن، والسنة التي هي الأحاديث الصحيحة. لم يقل إني تارك فيكم عقولكم وأفكاركم وعلم الكلام وعلم الجدل والمنطق، لا، قال كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، هذا هو سبيل النجاة. هذا يوجب على المسلم أنه يتمسك بالكتاب والسنة مهما كلفه ذلك، يصبر. نعم. أي نعم. لما سئل: من هي يا رسول الله؟ هل فرقة اللي ما تكون في النار من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. اليوم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، في حياة الرسول، هذا هو الضابط لطريق النجاة. لكن كما قلنا، هذا يحتاج إلى أمور: أولاً العلم الصحيح، ما هو بالتعالم، العلم الصحيح. ثانياً الصبر والثبات وعدم التزحزح مهما كلفك الأمر. الأمر الثالث، الأمر الأول العلم، العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الصبر. الأمر الثالث عدم الاغترار بالكثرة، لأن كثير من الناس اغتروا بالكثرة، يقول كل الناس على هذا، أنا ما بفارجة، ثم يروح معه، أنا ما أصبر أن يصير الحالي، ما أصبر أصير غريب، هم ينجرف مع الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الناس حطوا فضائيات ببيوتهم وأنا أقعد بينهم، ما كل الناس خلوا بناتهم يطلع ويروح ويجن ويسافر وأنا حجر بناتي. هذه البلية التي أصابت الناس الآن. كل الناس يدرسون العلوم العقلية وتركوا الكتاب والسنة، أنا أقعد الحالي، أقرأ الحالي، ثم ينجرف مع الناس. نعم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي، شوف الصحابة نأخذ نقتدي بهم لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نقول ما علينا من الصحابة، أن نأخذ ما عليه الرسول فقط، بل نأخذ الاثنين، ما عليه الرسول وما عليه أصحابه رضي الله عنه. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة، مذهب الصحابة وما عليه الصحابة. نعم.